هي الرجالة عندها مشكلة طول الوقت في فكرة احنا مش لاقيين كلام نقوله لمراتاتنا. بس قبل الجواز كان فيه يوه اسطوانات اللي هي المكالمة اللي هي لغاية 6 و7 الصبح دي في اسطوانات يا الأول، صح؟ أستاذة اسطوانات. انت لو عايزة بس كده نرجع فلاش باك. فاكر المكالمات الحلوة بتاعت يا نهار في أبيض أول العلاقة دي في الخطوبة مثلا، فاكرها صح؟ فاكرها طبعا. فين؟ لا انا مش فاكرها، انا حافظها. فين؟ هو في راجل مش حافظ الاسطوانات اللي قالها؟ هي اسطوانات؟ طبعا. لا على فكرة يعني نادرا ما هتلاقي راجل صريح زيي ويعترف بخطايانا كرجالة زيي. يعني انت خسرت الستات، طالع من الحلقة دي تخسر الرجالة، على تقول احنا فكرة بنعمل على اسطوانات؟ فكرة انا مستحيل اخسر الستات. هو في حد مجنون يخسر الستات؟ انا مش عارفة. هما الستات احلى حاجة ان انت تناقشيهم، عارفة ليه؟ وتجري. اللي بنانين عندهم مصطلح لطيف قوي، يقول لك هيدي منخشة. هيدي منخشة يعني ايه؟ بنخشك. بلعب معاها، بهزر يعني. منخشة يعني ايه اكتر من الهزار؟ منخشة، منخشة يعني بستفزك بس بحب، بستثيرك بس بحب، بس هما بلطافة. الستات يعني مشاعرهم انت عارف بقى انا عارف، انا عارف. على فكرة انتوا كمان بتعملوا كده، انتوا مش بتنخشونا؟ بس ما بنعملش اسطوانات. لا سيبك من السؤال، انا بتكلم دلوقتي على المنخشة. منخشة اللي هي فكرة بنكوشك، عارفة بنكوشك؟ بس بعد الجواز بقى الراجل مفيش بنكوشك ولا منخشة لا ولا فيش حاجة، حاجة هو خالص. بيخش من الباب مفيش حاجة يا بيه. لا بس قبل دي عشان أأكد على النقطة دي، ودي نصيحة مني للستات، احنا بجد في بعض الأحيان بنعمل اسطوانات، مش هزار. الرجالة بيعملوا اسطوانات وكتيرة، خصوصا بقى فترة الصحوبية وفترة الخطوبة. يا سلام. وبعدين خد بالك احنا عندنا مكتبة للاسطوانات دي، يعني عارف تنقي ايه امتى يعني انا وتقوله امتى. النهارده هقابل رولين خطيبتي ورايحين سينما، اطلع الاسطوانه اللي في الشمال بتاعت الخروجه لبسك بتاعت حلو خروجه بتاع السينما. في اسطوانه خروجه السينما، وفي اسطوانه خروجه النادي، وفي اسطوانه يلا نطلع المقطم. يعني في اسطوانات. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ده احنا الرجاله ما بنغلبش. وكل اسطوانه ليها طب تظبيطاتها. فين بقى بعد الجواز الاسطوانات؟ يعني ايه اللي بيحصل في الحياه بعد الجواز؟ الخرس الزوجي ده. ايوه، هو انا ايه الزهر بقى؟ جالي دلوقتي. ايه اللي يعني بيحصل؟ جالي الخرس الزوجي. يعني هو ايه بقى؟ والله مش عارف. بصي ممكن يكون كل الكلام خلص. ما خدي بالك انت برضو في نقطة، والمكتبة ام اسطوانات ما تسحب لك ما خلاص خلصت. شريط هو منها المكتبة دي لا تنضب وتظهر يعني، من ما عدم. ما هو خلصت. خدي بالك من نقطة.